السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه جديده، واحد الشوربه كتجي بنينه بزاف ورائعه. الشيشه او البلبوله كتجي بنينه بزاف، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي واحد البصله وحده، واحد جوج مطيشات، واحد ثلاثه دروس نتاع الثومه، فصوص الثوم. غادي نجيب خلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه البصله بحال هكا، وشي بابات. غادي نجيب هاد ثلاثه نتاع الفصوص نتاع الثوم، حتى هما نديرهم. غادي نجيب هاد جوج حبات نتاع المطيشه، نديرهم حتى هما كما كتلاحظوا. وعندي هنايا زلافه نتاع الكرافس وقزبر ومعدنوس، عندي في المجمد. اللي ما كانوش عندكم في المجمد من الاحسن، ماشي مشكل، حتى الا كانوا هكا معليش. نزيدهم كلشي مع هاد البصله والثومه اللي درنا ومطيشه. وغادي نجيب واحد الكميه من الماء وغنوضعها معاهم، وغادي نطحن كلشي في الخلاط الكهربائي ونتلاقى. من بعد ما طحنت كل شيء كما كتلاحظوا معايا في الخلاط الكهربائي، غادي نجيب واحد الطنجره نتاع الضغط او الكركوب، وغادي نخوي فيها هذاك الخليط اللي طحنا. كتجي رائعه بزاف وبنينه ودوا البرد بالنسبه لهذا الوباء اللي كيدور، وكلشي نديروها لوليداتنا ولينا، سخنوا بها مصيراتنا. بسم الله. هنا عندنا البابريكا، عندي واحد الملعقه نتاع التحميره والبابريكا، عندي هنا ملعقه ونصف عفوا، عندي هنا ملعقه من الابزار صغيره، وعندي هنايا الكبابه والكرويه ملعقه صغيره ملعقه صغيره، وعندي الملح، وعندي قليل من الزعفران، وعندي نصف ملعقه من الخرقوم، وعندي ملعقه صغيره مملوءه من سكنجبير. غادي نوضع كل شيء معهم كما كتلاحظوا، غادي نوضع كلشي فوق النار تقلى ليا هاد الخليط ديالنا اللي درنا. من بعد ما وضعت كلشي فوق النار هذيك لاصو ديالنا تقلى، انا جبت التشيشه او البلبوله، كنتمنى تبان معكم التشيشه او البلبوله. هانتوما كي دايره البلبوله الغليظه وكلي يقولها التشيشه، المهم الغليظه ماشي الرقيقه. جبت واحد الزلافه كما كتشوفوا، هي صغيره ماشي كبيره، غادي نغسلها ونصفيها في هاد الصفايه باش نزيدها على الخليط نتاعنا. من بعد كما كتلاحظوا معايا ها هو داك الخليط ديالنا راه تقلى كما كتشوفوا. غادي نجيب واحد الطابه نتاع البنه وغادي نزيدها معاهم، وغادي ندير واحد ملعقه ونصف كبيره من مطيشه مركزه، طماطم مركزه، وغادي نزيد عليهم هذيك الزلافه اللي فزكتها اللي غسلتها نتاع التشيشه. نزيد كلشي مع بعض، وغادي ندير الماء، زعما واحد لتر او لتر ونص تاع الماء، وغادي نحرك كلشي، وغادي نسد عليها الكوكوط واحد لعشرين دقيقه ونتلاقى في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي نتاع لاسوب ديالنا نتاع التشيشه او البلبوله، كتجي بنينه بزاف ورائعه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، راها صحيه لكم ولوليداتكم، نسخنوا بها مصيرتنا لهذا الوباء اللي كيدور. ولاول مره غادي يزور القناه يدير ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.